الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ما هو طريق قايين؟ وردت هذه الكلمات في العهد الجديد، ما هو المقصود بها؟ وردت هذه الكلمات في رسالة معلمنا يهوذا في العهد الجديد، وهي رسالة من أصح واحد في الآية 11، وكان بيتكلم عن معلمين الكذبة وبيتكلم على أمثلة من العهد القديم، وقال كده في آية 11: ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام. طريق قايين، كلمة طريق المقصود بها هنا ليس طريق بالمعنى الحرفي زي ما ورد مثلا في سفر الأعمال 8:36 أما كان فيلبس المبشر والخسي خسي ملكة كنداكة، كنداكة ملكة الحبشة، أن بيقول وهما وفيما هما سائران في الطريق. فهنا بيتكلم على طريق فعلية حرفية، سكة، شارع. لكن طريق بالعام المقصود به هي طريق وصفية وليست طريق حرفية. هو بيكلم على اختيارات في الحياة، لايف ستايل، زي بالضبط ما ربنا قال في سفر التثنية 30 على وصفه: هناك طريق للحياة وطريق للموت. بيتكلم على طريقة للحياة، اختيارات في الحياة، في طريقة مؤدية إلى الحياة فهذه هي طريق الحياة، وفي طريقة في الحياة تؤدي إلى الموت فهذه هي طريق الموت. فإحنا ممكن نقول إن طريق قايين هنا المقصود بها هي طريق الموت أو هي طريق الأشرار. خلينا نحاول نفهم أكتر. مين هو قايين في الأول؟ قايين هو الابن الأكبر لآدم وحواء، وهو أول ابن ليهم ولد عن طريق التناسل الطبيعي. واحد. اثنين، هو أول قاتل في التاريخ، فهو الذي قتل أخيه هابيل. ثلاثة، هو أول من بنى مدينة بأسوار حسب الكتاب، وهو أول من هو قدم ذبيحة لله، بمعنى كده أنه كان يعبد الله لكن قدمها بطريقته، فكان له طريق وكانت له طريقة ضد مشيئة الله وضد ترتيب الله وضد أوامر الله. ومن هنا تبتدي حكايتنا عشان نفهم طريق قايين. طريق قايين فيها علامات على الطريق كده تقول لنا عن صفات لهذا الطريق. قايين لم يتقيد متعمدا بما تسلمه من أبيه آدم على أن الله يريد أن تكون الذبيحة من الحيوانات ذبيحة دموية، ووضع الموضوع تحت بند ما يستحسنه، فهو أراد أن يقدم من ثمار الأرض لأنه كان يعمل مثل أبيه آدم في الأرض، فكأنه قال لله اتبعني بدل أن هو يتبع الله ويقول أمين على أمر الله بتقديم هذه الذبيحة. ودي أول علامة في السكة. ايه اول علامة في السكة؟ ما يناسبني ليس ما يريد الله، مشيئتي ليست مشيئتك. واحد. الحاجة التانية في هذا الطريق انه قايين اراد ان يوصل رسالة لله ان الارض التي لعنها الله بعد خطيئة ادم بتعبه وبعمله وبعرقه وبذراعه وبمجهوده أعطت ثمارا طيبة، فأراد أن يوصل رسالة لله أن الأرض التي لعنتها بفضلي أنا صارت مثمرة، فوضع نفسه مقابل الله ومعاندا لله، وهذه هي
العلامة الثانية في هذا الطريق. الأمر الثالث أن قايين حزن ليس فقط لأن الله لم يقبل تقدمته، لكن لأن الله قبل ذبيحة أخيه الذي وصفه الكتاب أنه كان بارا في متى 23، وتكلم عنه بولس الرسول أنه بالإيمان قدم ذبيحة أفضل من قايين أخيه في أعمال 11 في أصحاح الإيمان الشهير. فهو لم يحزن قايين على مخالفته أمر الله بسبب حسده لأخوه، وحس إن كرامته تهانت. دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن غضب قايين وتغيير وجهه كان مفروض ينصب على سوء تقديره وعدم طاعته لأوامر الله الصريحة، فلم يلم نفسه بل لام غيره، لام أخوه، وهذه علامة مهمة في هذه الطريق. تدخل الله وتكلم الله جل شأنه مع هذا الإنسان الذي سقط وجهه واغتم في نفسه، وقال له إذا أحسنت أفلا رفع. لو أنا منتظر عليك، لو غيرت طريقتك وعملت اللي أنت عارفه صح هقبل منك. وشجعه ربنا، وأن ربنا وعده أنه سيرفع وجهه بشرط أن يحسن التصرف، لكن ما فعله وحذره أن هناك خطورة رابضة منتظراك، خلي بالك. لكن قايين سد أذنيه عن سماع كلام الله، وهذه نقطة أخرى وعلامة للأسف سيئة مميزة لهذا الطريق. فلما احنا بنتكلم عن طريق قايين، نحن نتكلم على طريق فيه عناد لله، طريق كله كبرياء، طريق علامته الأنانية وحسده للآخرين، أساسه صم الأذن وعدم السماع لكلام الله، ومحصلته عدم التوبة. فكانت الطريقة النتيجة أن قايين نتيجة سلوكه في هذا الطريق وبهذه الطريقة قتل أخاه وصار مطرودا وخائفا طول حياته. في وسط دي بيكلمنا عن الطريق الذي لقايين يقف السيد المسيح ويقولها عالية واضحة: أنا هو الطريق، أنا هو الطريق والحق والحياة، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذا هو الطريق. فهناك طريق للموت وهو طريق قايين، وعلاماته مؤذية وتقود إلى الدمار وإلى الموت، وهناك طريق للحياة واضحة للعوان بالسيد المسيح.
نقطة أخيرة، كان قايين مؤمنا بالله لكنه لم يعرف لله حقه ولا قدره ولم يعش له، لكن هو عاش لنفسه. كثير مننا بندعي أن نحن نعرف الله وأننا يطلق عليه علينا اسمه، لكننا فعليا بعيدين كل البعد، ونفعل كما فعل قايين وصار عبرة. فلنفهم الدرس ونعيه، لأن آخر هذا الطريق هو دمار لمن هو فيه ولمن يصر أن يكمل مسعاه في هذا الاتجاه. نسأل الله أن يعطينا استمارة وأن نفيق ونروع ونعرف الله، نعيش معه، نسمع كلامه ونطبق وصاياه ونحيا بها. له كل المجد والكرامة من الآن والأبد، أمين.